فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن أن لا يأمن جاره. جاره بوائقه. فما رأيك إذا كان جارك يعني مسيئا؟ ها؟ مسيئ جارك؟ مسيئ. مسيء. أيوه. يعني يسيء إليك؟ أيوه. يسيء إليك. نعم. نعم. فإنه لا 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 فإنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لكن ليس معنى أنه كافر، بل ليس بمؤمن كامل الإيمان، يعني نقص من إيمانه شيء، لأن نفي الإيمان تارة يراد به الكافر، وتارة يراد به العاصي الذي فعل ما ينافي كمال الإيمان. فينظر إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن كذا من فعل كذا، ينظر إذا كان فعله مكفرا كان نفي الإيمان نفيا مطلقا، عرفت؟ وإذا كان فعله لا يكفر كان نفي الإيمان نفيا مقيدا، أي نفي الإيمان الكامل. فالمعنى لا يؤمن أي الإيمان الكامل، بل إيمانه ناقص.